نعم، إنها ليالي الأنس في فيينا العاصمة النمساوية، مدينة أنيقة مليئة بالتاريخ والحياة الليلية والأجواء الثقافية الممتعة. هذه الجوهرة المذهلة في وسط أوروبا هي حقا واحدة من أعظم مدن العالم، حيث صنفت مؤخرا من قبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية The Economist، واحتلت المركز الأول من بين 140 مدينة في العالم كأفضل مدينة ملائمة للعيش بين مدن العالم، استنادا إلى عوامل متنوعة تشمل الرعاية الصحية والاستقرار والبنية التحتية والبيئة. Wien ist die lebenswerteste Stadt aus vielen, vielen Gründen. Einerseits geht es natürlich um das Leben hier. Es ist einfach so, dass der perfekte Mix zwischen Arbeit, Wohnen und Freizeitgestaltung möglich ist. Das basiert natürlich auf einer jahrzehntelangen Arbeit der Stadtentwicklung. Es ist aber auch so, dass diese Stadt eine der grünsten Großstädte Europas ist. Das bedeutet, dass der Anteil auch der Landwirtschaft und des Weinbaus ein wesentlicher ist. Und es geht darüber hinaus natürlich bei dem Thema Wirtschaften weiter. Wien ist die Metropole im Herzen Europas. توصف فيينا بأنها عاصمة الثقافة والموسيقى في أوروبا، فهي مدينة خلابة ذات طابع فريد. عاش فيها كبار الموسيقيين كبيتهوفن وشتراوس وهايدن إضافة إلى موزارت، مما جعلها أهم مركز للابتكار الموسيقي في القرنين الثامن والتاسع عشر. كما تمتلك مجموعة متنوعة من المعالم الثقافية، حيث يوجد فيها أكبر المتاحف في العالم وأكبر دار أوبرا في الاتحاد الأوروبي. فيينا مثلا فيها 4 دور للأوبرا، يعني الآن نيويورك المشهورة عندها واحدة دار واحدة، أو ميلانو سكالا المتروبوليتان في نيويورك، بينما فيينا عندها 4 دور أوبرا. عندنا ما يقارب 350 ألف مقعد لمسارح وكونسرتات في فيينا، عندنا تقريبا 300 مسرح ودور عرض ومتاحف في فيينا. فيينا عندها أيضا شيء يعني يعتبر أيضا أحادي في العالم، وهي حفلات البولز. البولز هي الحفلات الراقصة الكلاسيكية، يعني عندما أذكر لك سنويا في موسم الحفلات الراقصة الكلاسيكية، هذه البولز والأشهرها اللي البول الذي يحصل في الأوبرا، هناك 450 حفلة في ظرف شهر ونص، ويحضرها نصف مليون من أهل فيينا. Just beautiful, the buildings, the constructions, the way that you guys have everything organized in the city works perfectly for the tourist. The transport, it's amazing. The food, the service. We as tourists, we are very glad that you guys take us like so kindly and so nicely. Wien ist die lebenswerteste Stadt, weil Wien hat von Wasser, Donauinsel über Alte Donau bis zum Wald in Wienerwald, über Fahrradwege, überall kann man heute Wien genießen. Und wenn das Wetter so passt wie heute, ist es überhaupt schön, die alten schönen Gebäude. المدينة الخضراء مدينة فيينا، أو كما يلقبونها بعاصمة الموسيقى، مزيج من الفن والإبداع والكلاسيكية والعراقة والمتعة في آن واحد. فلا عجب أن تكون مدينة الأحلام في صدارة عواصم ومدن العالم من حيث جودة العيش والأمان لعدة سنوات. ديلان سيدو لتلفزيون مملكة البحرين، فيينا.